السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقطع الفيديو راح أعلمكم كيفية التسجيل بمنحة اللغة التركية، وكمان بعض الملاحظات وبعض الأشياء المهمة كتير حول التسجيل وجميع المعلومات اللي بتلزم هذا الشيء. هلأ بداية نحن هلأ المقدمة للطلاب الأجانب في تركيا. راح أقلب هون شريط الأخبار حتى ألاقي منحة اللغة التركية اللي بتخص الطلاب السوريين والطلاب العراقيين. طبعا ها ليك، هذا هو الخبر. طبعا المنحة بتشمل الطلاب المقيمين ضمن المخيمات والطلاب المقيمين خارج المخيمات. طبعا هي المعلومات باللغة التركية، وهون سجل المعلومات باللغة العربية. يكون مواطن سوري أو عراقي، يكون تحت الحماية المؤقتة، إنه يكون عنده كم لك يعني مأخوذ من تركيا، أن يكون لديه بطاقة الأجانب المبدوءة ب99، يعني بطاقة الكملك اللي فيه رقم 99، إنه يكون مخلص مدرسة، إنه يكون حاصل على ورقة الدنيكليك، دنيكليك بلغسه، ألا يقل معدله عن 60%. هلأ حتى لو كان معدل الطلب تحت 60% ما في مشكلة يسجل، يعني أن يكون مقيما في المخيمات تبع الآفات أو أن يكون خارج المخيمات، ما في مشكلة. المواليد المسموح فيها، هي المواليد مثل ما كانوا كاتبينها، مثل ما لهم كاتبين موقع المنحة. الشرط التاسع أن يكون لديه رغبة وحافز استكمال الدراسة الجامعية بعد تعلم اللغة، وأن يكون لديه أيضا قدرة ممكنة كافية للنجاح. تمام، المعلومات هاي راح أحط لكم إياها أسفل مقطع الفيديو. تمام، هلا مباشرة نروح لرابط التسجيل. راح تفتح عنا الصفحة بهذا الشكل. مباشرة نروح نضغط نعطي هون، هون راح نكتب الاسم. طبعا هلا في نقطة كتير 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 مهمة، اللي هي انه هون الأحرف ما بيكتبها باللغة التركية. يعني مثلا حرف تش تمام بينكتب س، حرف مثلا أ تمام اللي عليه نقطتين بينكتب دون النقطتين، يعني نستبدله بالحرف التام. تمام، يعني مثلا اسم الطالبة مثلا عائشة بينكتب هيك. تمام، هاي نقطة كتير مهمة. والاسم عمر الأو بتكون عليه نقطتين بيكتبها بدون نقطتين، لأنه السيستم ما بياخد أحرف تركية، رح ياخد أحرف إنجليزية. تمام، هون بضع الاسم، هون بضع اسم تاني إذا كان متواجد، هون بضع الكنية، هون بضع ذكر أنثى، هون بضع تاريخ الميلاد، هون بضع الجنسية سوري أو عراقي، هون بضع الإيميل. طبعا راح احط ايميل وهمي. طبعا انتم هون بتحطوا ايميلكم الصحيح. تمام، طبعا كتير 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 مهم هاي النقطة. طبعا هلا بس ندخل المعلومات راح احكي لكم على شيء كتير ضروري. طبعا انا عم بشرح الخطوات للطلاب اللي مو مسجلة بسيستم المنحة نهائيا. تمام، يعني طالب راح يسجل بسيستم منحة تركيا بوصل اول مرة. هلا هون كلمة السر، هلا كلمة السر مو كلمة سر الإيميل، كلمة السر من عندكم هي بتكون لحساب المنحة. تمام، حطيت كلمة سر، برجع بكرر مرة تانية. بحط الكود يلي موجود قدامنا هون. تمام، يلي بالصورة. تمام، هي موجودة هون. بعدين بضغط هون، كتبت هذا الحرف غلط. تمام، هلا بعطيه حفظ. تمام، هلا هيك هلا هيك بعتوا لي هنن. هلا بس وصلتني هيك على الشاشة. تمام، هيك معناته انه بعتوا لي رسالة على الايميل، لازم انا ادخل على الايميل واعمل تنشيط للحساب. هلا راح ادخل انا على الايميل، بنتظر شوي توصلني رسالة من المنحة على هذا الشكل. تمام، مباشرة بضغط على كلمة تيكلاينز أو بضغط على هذا الرابط. تمام، طبعا أنا منشط الحساب من قبل، فلا من مضغطنا هون راح يعطيني إنه تم تنشيط الحساب. تمام، هلا فورا بدخل على سيستم المنحة. تمام،
بعد ما أعمل التنشيط مباشرة بحط الإيميل كلمة السر اللي أنا أنشأته. طبعا هلأ أنا معبي هاي المعلومات اختصارا للوقت، مباشرة راح نلاقي هاي الإشارات، هاي وهاي 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 عليهم نقاط حمر، تمام. وهون راح نلاقي كمان عليها نقطة حمراء، هدول إجباريات لازم نعبيهم. نطلع على كشي سالب الجيلاري، طبعا هون نعطي تعديل. هون الاسم هو مسجل، هون إذا في اسم تاني، هون الكنية، هون ذكر أو أنثى، هون عازب متزوج، المواليد الجنسية السوري، وين ولد الطالب بسوريا أو أي دولة، مكان الولادة بأي مدينة، تمام. هون دير، نحط دير أو أذر، وذر أذر اللغة الإنجليزية عندي مو زيادة. هون بعدين نحط رقم الكملك، وهون نرفق الكملك، تمام. طبعا هون بيسأل شو نوع الديانة، إسلام أو مسيحي أو 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 إلى آخره. هون شو الأصل، عربي كردي وإلى آخره، تمام. إرفاق الصورة الشخصية كمان بنضغط هيك، نضغط هون، تمام. وبنروح للصورة وبنختار صورة، تمام، وبنحددها، بعدين نعطيه كلمة، تمام. تمام هلأ هيك تحملت الصورة. بعد ما نعبي كل المعلومات نضغط كايدت. هلأ بنطلع على معلومات العائلة، كمان نعطي تعديل، تمام. بندخل اسم الأم، سؤال بيسأل الأم إذا كانت عائشة أو لا، هون بيسأل الأم إذا كانت عم تشتغل ولا لا. هلأ هيك ما عم تشتغل، نضغطنا هيك بيسأل إنه شو الأم عم تشتغل، اسم المكان، المسلك شو هو، إنه شو وظيفة الأم، تمام، الوظيفة وين. هون اسم الوالد، إذا كان عايش ولا لا، إذا كان عم يشتغل ولا لا. إذا كان عم يشتغل نضغط هون ونجاوب على هي الأسئلة. هون عدد الأخوة الموجودة عند الطالب، تمام. هون هي ثابتة، هي هون دخل الطالب بالشهر قد بيكون. بعد ما نعبيهم كلياتهم، تمام، نضغط نعطي قاعدة. طبعا رح أقولكم شيء كتير مهم ونسيتناه هلا بأول الفيديو، انه بامكانكم تبدلوا اللغه للغه العربيه وراح تلاقوا الترجمه صحيحه، تمام، ويسهل عليكم الموضوع. يعني ما في داعي ابدا انه انتم تشتغلون باللغه التركيه او اللغه الانجليزيه. هلا هون ثالثا معلومات التواصل، وقف دقيقه. هلا نقطه كتير مهمه، واحد، الطلاب اللي مسجلين على المنحه التركيه تركيا بروسلر اللي بالشهر الثالث، تمام، بيدخلوا على حسابه نفسه تبع التسجيل، تمام. طبعا انا بحكي على طلاب البكالوريا اللي مسجلين في سيستم المنحه، انه هن طلاب ما زالوا عم يدرسوا البكالوريا، بيدخلوا على سيستمهم، تمام، بالمنحه، بيدخلوا على معلومات التعليم هون، تمام، بيعملوا تعديل، بيحطوا حالهم انه هن متخرجين، تمام، وبيرفعوا وثيقه تشيكما بلقسه او يتمدرون بلقسه، مكان الشهاده ومكان كشف العلامات، مكان الترانسكريبت، يرفعون كشف العلامات، تمام، بيعطوا قايدة، ورح تفتح عندهم منحة اللغة، لأنه ببعض الحسابات منحة اللغة عم تكتب عندهم غير مناسب أو غير متاح، تمام. السبب هو واحد، إنه هن كاتبين ما زالوا يكملوا الدراسة لازم يحطوا متخرج. اثنين، بهذا المكان تركيا التجربة بس ممكن يكون غير مكتوب رقم الكملك، فيؤدي ذلك إنه المنحة ما تكون متاحة عندهم. هلأ الطالب بمال المعلومات بيتم بالجس، تمام، يحط انه هو متخرج، احتمال كتير كبير انه تفتح له المنحه وتطلع عنده مناسب. اذا ما فتحت المنحه، تمام، وبتركيا تجربه بس، هون تجربه تركيا ما له حد رقم الكملك 99، تمام، طبعا، وما في مجال انه يعمل تعديل، لانه في عنده باشور انه لساته بانتظار التقييم، لان هو مسجل على المنحه بالشهر الثالث، مباشرة يسجل من حساب جديد، تمام؟ فهمتوا الخطوات كيف؟ والطلاب اللي مو مسجلين نهائيا في سيستم تركيا بروسلر مباشرة يدخلوا ويسجلوا من أول جديد. طبعا هاي أول ملاحظة، وبنكفي هلا. معلومات التواصل، بحط البلد، بحط المدينة، بحط بوسطة هدوء، رمزي البريدي، بحط رقم الهاتف، رقم هاتف آخر، عن العنوان المقيم فيه. هون طبعا اذا كان الطالب مقيم بغير العنوان اللي زوده، بيضغط هون صح وبكتب المعلومات، الدولة،
المدينة، رمز البريدي، العنوان، تمام. هون بيسأل قديه صار له الطالب مقيم في تركيا، بحط شهر سنة. هون بيسأل السبب ليش، مثلا أنا بالنسبة لي إيتم. وهون بحط الطالب حساباته، مثلا أنا راح أحط حسابي بالفيسبوك، بضغط هيك بأخذ رابطي أنا بالفيسبوك، تمام. بدخل لهون بحط أنا موقعي بالفيسبوك إذا بدي أحطه. بعد ما أعبي كل هاي المعلومات بعطي قايدت، بدخل هلا على معلومات يتم القصة اللي هي المهمة كتير كتير. طبعا هون ارتبوا كله، هون معلومات التاسع بإمكانكم تعبوه، بإمكانكم تكون فاضي. الأهم الأهم اللي هي ليسا، ندخل عليها. طبعا راح أعطي تعديل هون. الدولة، المدينة، المدرسة اللي أنا درست فيها، إذا ما كانت موجودة بإمكاني أضغط هون ودخلها يدويا لاسم المدرسة، بعدين بعطيه قايد بتنزل تلقائيا. هون بختار أول خيار، طبعا ما في غيره. بعدين بختار جنرال هيج سكول، تمام. طبعا هي الثانوية العامة، أغلب الطلاب معهم الثانوية العامة. بعدين هون بختار التخصص، أدبي علمي، تمام. هون ثانوية عامة، طبعا أشكر طلاب أشكرتم. أنا برأيي عم بحط لهم هذا الخيار إنه ثانوية عامة، تمام. هذا الخيار أنا بحطه هون. درم بكتبون مأذون، تاريخ بداية دراسة الثانوية، تاريخ انتهاء الثانوية. نوت ترو، هون نظام معدل من 100، هون نوت اللي هو المعدل، وهون المعدل اللي من بعد الفاصلة، تمام. 70.50. هون أرفاق، دبلومة. أنا برأيي إنه تنتظروا الشهادة، لأنه الشهادات لازم تطلع بهي الفترة. انتظروا المنحة لسه مع تقريبا 9 أيام حتى تنتهي. بإمكانكم هلا ترسلوا الطلب، تنتظروا إذا طلعت الشهادات بإمكانكم تحطوا هون الشهادة، إذا ما طلعت الشهادات بإمكانكم تحطوا هون ورقة تشيك ما بالجلسة، أو قبل هاي الوثيقة أخذت ورقة من الهالكيتم بإمكانكم ترفقوها، أو بإمكانكم ترفقوا وثيقة يتم درون بالجلسة. هون الترانسكريبت، ارفاق كشف العلامات. هون بيسأل السؤال إذا الطالب حصل على درجة إنه ترتيب أول ثاني ثالث بإمكانه يستفيد منها ويحطها هون. طبعا بيحط نعم وبكفي المعلومات هاي. طبعا هاي المعلومات بس حطيتوها أنتم بالعربي، بيعطيكم ترجمة تماما. بعد هيك هون بشكرك على التجربة، بس بما إنه أنتم درستوا ببلد غير بلدكم فبيطلب منكم يعني تعطوا شوية توضيح عن تجربتكم الدراسية في تركيا. بإمكانكم هون تكتبوا، وبسألكم سؤال إنه أنتم بقول كذا يتم، تمام. خلال فترة دراستكم بهي الدولة أنتم أخذتوا منحة ولا لا؟ إيفيت هاي. بعد هيك نضغط كايدت، تمام. بعد هيك هلا ندخل هون دير بالجلاري، معلومات اللغة. هون بختار أنادل، اختيار اللغة الأم شو هي، بعطي تعديل، وباختيار اللغة العربية. هون اللغات الثانية إذا كان موجود معي بعطي إضافة، وباختار اللغات. هون تركتشا بالجسم، هون لغة بنسأل سؤال، بنعمل تعديل وبنسأل سؤال إذا بنعرف لغة تركية ولا لا. طبعا بما إنه نحن عم نسجل على منحة لغة تركية أكيد إن نحن ما رح نعرف لغة، فبنكتب الجواب هاي، تمام. هلا رح أحطلكم على تجربة العمل. طبعا هون بيسأل إذا نحن مشتغلين عنا عمل أو شيء إضافة، طبعا هون المعلومات هاي ما راح أدقق عليها كتير. السبب هو إنه أغلب الطلاب بتتركها فاضية، فراح أحط لكم السيستم باللغة العربية، تمام. بإمكانكم هون إرفاق سي في اللي هو السيرة الذاتية إذا حبيتوا. هون تجربة العمل بإمكانكم تعملوا إضافة، تمام. والمعلومات اللي كلها مشروحة بالعربي، اسم المؤسسة، مسمى الوظيفة، المنصب، وضع العمل، إنه مستمر ولا بطلت، تاريخ بداية العمل، تاريخ انتهاء العمل، شرح عن هاي الوظيفة اللي اشتغلتها. هون التأهيل الأكاديمي اللي هو إذا أنا كان موجود معي شهادات ألس، جي أم أي تي، جي آر، الجي آر إي، الساعد، اليوز، بإمكان إضافتهم، إضافة الامتحان، الدولة اللي قدمت فيها، تاريخ الامتحان، العلامة، وإضافة الوثيقة، تمام. الأنشطة الاجتماعية، طبعا هاي وهاي وهاي غير إجباريات.
هون الجوائز او المشاريع والشهادات فيني بعمل اضافه وضيفهم الانشطه التطوعيه اذا كنت متطوع بمجالات او اشياء بعمل اضافه كمان وبضيف المطلوب. هون الهوايات بعمل تعديل مثلا تعديل هون بامكان اختيار من هاي الخيارات الموجوده هون وبحكي باسطر عن هاي التجربه اللي بالهوايات. بعد ما هيك بعطي حفظ نطلع هلا على النقطة اللي كتير 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 مهمة واللي هي تجربة تركيا. تمام، نعمل تعديل. تمام تمام هلا أول سؤال بيسأل هل سبق لك التواجد في تركيا من قبل؟ بعطي نعم. تمام، بعدين بيفتح لي هذا المجال بيقول لي السبب شو هو، بقول له حسب شو السبب. أنا بالنسبة لي مثلا تطوع، انا بالنسبه لي انه التعليم واللجوء. تمام، بيطلب مني شو رقم 99، بضيف له رقم 99. تمام، وبعطي هون. تمام، رح يعطيني معلوماتي. تمام، ال 99 عرفتوا كيف؟ طبعا انا خبيتها لانه انا مستخدم رقم اخي 99 فما راح اظهره. المهم بيعطيكم معلومات، طبعا اللي مقيدين على نظام اليوكسيس تبع الجامعه مباشره راح يكتب له اسم جامعته والتخصص تبعه وكل شيء. بمجرد انه نحن هون بهذا القسم اضفنا رقم ال 99 مباشره راح يطلع الاسم الكنيه التاريخ، وبعض الطلاب بيطلع اللهم صل على سيدنا محمد راح يطلع اسم الفرع والجامعة وكل شيء وعنوان كل التفاصيل. طبعا هون أسئلة تانية كمان مترجمة بالعربي بإمكانكم تجاوبوا عليها. بعد ما نخلص هيك تمام نعطي حفظ. تمام، ونطلع وين؟ على الصفحة الرئيسية. طبعا هلا النقطة كتير مهمة واللي هي رجع بنوه عليها مرة تانية، الطلاب اللي مسجلين على المنحة التركية تمام وبتجربة تركيا مجاوبين على الجواب لا انه هم ما كانوا موجودين وما لهم رافقين رقم 99. تمام، يعني انا كل الحسابات الطلاب اللي شفتها المنحه مكتوب عندهم غير متوفر، وهم بمعلومات التعليم شو حاطين انه هم متخرجين. ولكن النقطه الكتير مهمه انه انا لازم بهي الخطوه هون يكون رقم 99 موجود. اذا ما كان موجود وانا مسجل على المنحه اللي طلعت بالشهر الثالث وما في امكان للتعديل مباشرة وبروح وبعمل حساب جديد. تمام؟ سمعت كتير فيديوهات عن تسجيل المنحة وكذا انه الكل عم ينصح الطلب انه روحوا واعملوا انه روحوا واعملوا وسجلوا من حساب جديد. يا اخي ما بيصير تسجل بحساب جديد. تمام؟ هلا مثلا انا هون انا مثلا سمعت بكلام هاي الناس اللي عم بتقول انه مباشرة روحوا اعملوا حساب جديد. طيب تمام، انا هلا عملت حساب جديد وانا عندي حساب بالمنحة القديم. تعالوا شوفوا، راح احط رقم 99 هون، شوفوا شو راح يكتب لي السيستم. 5 3 2 6 6 1 2 4. تمام، انا راح احط له هيك. شو راح يقول لي؟ شوف الرساله اللي كتب لي اياها. تمام، قال لي انه انت رقمك 99 مستخدم بحساب اخر، انه انا ما عاد فيني استخدمه مره ثانيه لرقم 99، فانا كل الشغل اللي اشتغلته كله راح على الفاضي. ليش؟ لانه الشغل لازم يكون بحسابي القديم، بحسابي القديم موجود رقم 99، فالسيستم مباشره راح يفتح لي. هلا بدخل على حسابي القديم تمام بالمنحه، بدخل على تجربه تركيا. تمام، ليكو رقم 99 موجود. بدخل على الصفحه الرئيسيه تمام، فاتح لي المنحه بحسن انا اقدم عليها. فانا سمعت بنصيحة هذا الشخص اللي قال انه اترك انه حسابك وسجل بحساب جديد. يعني انا حطيت رقم 99، لك السيستم شو عم بيعطيني؟ عم بيقول لي يابانجو يوروك نمرسن سيستمدكي فارقلي بير حسابتا موجود تر. شو انا ما استفدت، راح شغلي كله على الفاضي. تمام، فانتبهوا كتير كتير لهي القصه. كل الطلاب اللي مسجلين بالمنحه من قبل او عندهم حسابات من قبل تمام مباشرة يدخلوا عليها وبيسجلوا من نفس الحساب. اذا اي حدا عم بيصير عنده اي مشكلة بامكانه يتواصل معي اسفل مقطع الفيديو حتى اساعده بحل المشكلة. تمام، الموضوع حساس جدا جدا جدا، فانتبهوا لهي النقطة. تمام، بعد هيك شوف الملاحظات اذا كان في ملاحظات. تمام، هلا بعد هيك هلا انا وين مقيم؟ هلا هون منحت هاي للمقيمين بمخيم اليمن.
وهي منحة المقيمين بالمدينة. أنا راح أختار للمقيمين في المدينة، بضغط هون باشور، بعدين بضغط هون هلا أنا راح أحط لكم إياها بالعربي كرمال تشوفوا إنه هون راح يكتب لي مرة ثانية الشروط المطلوبة. هون بعطي على كل هاي الأشياء، صح، تمام. هون كمان كاتب لي شروط المنحة مرة ثانية، بقرأها على السريع، تمام، وبعدين بعطي حفظ. هون بيسأل السؤال هل أين تقيم حاليا في تركيا؟ في المخيم في المدينة، في المدينة، بعطيه في المدينة إذا كنت في المدينة. نجي هلا لموضوع التسكيل اللي اسمه توصية، أو اللي اسمه بالتركي ريفرنس مكتوب، أو ريفرنس ريفرنس مكتوب. كمان سمعت من ناس عم تقول إنه ما في داعي لإلها إلى آخره، وإنه كذا وكذا وكذا. أنا برأيي، برأيي الشخصي أنا، لطالما ما في داعي لها نهائيا، طيب المنحه ليش حطت جوا السيستم؟ انه المنحه ليش طلبتها؟ انا هاي فيني اتخطاها، يعني فيني ما اعبيها، فيني ما اعبيها وامشي، يعني مو اجباريه، بس انه منطقيا يعني المنحه هاي ضبطها، تمام، لازم اعبيها. هلا الاشياء هون، تمام، انا بالنسبه لي بحسابي انا ليك هذا حسابي بالمنحه، انا كلهم معبيهم، كلياتهم معبيهم، مالي تارك شيء، لانه انا بقناعتي انه يعني الشيء موجود انا لازم اعبيه، ليش لا اتركه فاضي؟ يعني مثلا هذا مو اجباري، فيني اتركه فاضي، بس انه بعبيه شو خسران؟ يعني حتى لازم يكون مثل هدول اجباري لحتى انا اعبيه؟ لا، خلاص انا موجود بالسيستم، خلاص بعبيه. وهون كمان نفس الشيء، الريفرنس مكتوبه اللي هي رساله تزكيه، يعني الطالب عنده امكانيه انه هو يعملها، يعني الطالب بامكانه يحصلها. معقول ما في طالب بتركيا ما في ولا استاذ بيحسن يطلب منه؟ هلا رح يجي سؤال انه استاذ شو هي رساله التزكيه؟ رساله التزكيه هي انه انت تزكي انسان، يعني انا كيف بدي زكي انسان؟ مثلا نفترض على التعيين انه مثلا انا بعرف احمد، والله احمد شاب منيح، شاب اكابر، دريس، كفؤ، بتمنى انه ينقبل في المنحه كرمال يتعلم اللغه التركيه باسلوب قوي، باسلوب اكاديمي، بأرقى الجامعات التركية وإلى آخره، تمام. إذا كان مثلا طالب عنده قيد جامعي وبده فقط منحة اللغة هاي، يعني مثلا، وحدا عم بيزكيه والله أنه الطالب مجد ومنيح وشاطر ومسابر، وضعه المادي نوعا ما سيء، وهلا هو عنده قيد جامعي بجامعة كذا كذا بفرع كذا كذا، تمام، وهو هلا بسنة الهازر لك يلتحضر، بتمنى قبوله في هي المنحة حتى يتعلم اللغة التركية بأسلوب قوي، بأسلوب أكاديمي، حتى يتساعده بكرة بدخوله للجامعة، تمام، وإلى آخره. هاي هي رسالة تزكية، إنه هو يزكي ويوصي بهذا الشخص وبيقدمه. طبعا أي حدا بيكتب لكم رسالة تزكية لازم يكون فيها اسمه الكامل للمزكي باللغة التركية، ويكون ايميله مكتوب، ويكون رقم هاتفه مكتوب، تمام. طبعا راح يجي يسأل حدا استاذ ممكن بالعربي؟ تمام، ما في مشكله، ممكن بالعربي وممكن بالانجليزي وممكن بالفرنسي، ممكن باي لغه، ولكن انا برايي يفضل انه تكون باللغه التركيه، تمام. بعد ما احصل عليها، طبعا كيف راح احصل عليها استاذ؟ الاستاذ بيمكن يكتبها بخط ايده، او بيكتبها على الانترنت، عفوا، انه يكتبها على الوورد، يكتبها على اللابتوب، بعدين يطبعها ورقيا، يوقعها، بيعطيه للطالب، والطالب بيعملها سكنر وبيرفقها. هلا هون الطالب شو راح يكتب؟ طبعا لما بده يرفقها يكتب هون اسم المزكي، هون كنية المزكي، هون رقم الهاتف المزكي، هون ايميل المزكي، هون المكان اللي عم يشتغل فيه المزكي، تمام، هون وظيفة المزكي، هون اضافة وثيقة التزكية، تمام. طبعا اذا كان المزكي دكتور او اي شيء بيتعلق بالجامعة وكذا هيك، مختار هذا الخيار، تمام. إذا ما كان هو دكتور ولا أي شيء فما بنختاره. بعد هيك بنعطي كايوت. طبعا الإيميل أنا ما حطيت إيميل، طيب رح أحط إيميل كمان وهمي كرمال أضيفه. بده إيميل حقيقي، ها، تمام. هلا أضفناها هيك، نزلت، تمام. هلا بطلع لهون باشور وأظبطه. هلا هيك بيستعرض لي كل المعلومات اللي انا عبيتها في المنحة، تمام. بعد ما اظهر لي كل المعلومات مباشرة، بروح وبضغط هون، بعدين بضغط هون، هيك بيكون
تم التسجيل على المنحة بنجاح، وإن شاء الله بيكون بدون أي مشاكل. هلأ أنا بعد ما خلصت وسجلت وكل شيء تمام، بتذكر يا الله لك إنه أنا مخربط بكذا، إنه أنا عامل كذا كذا كذا. مباشرة بدخل لموقع المنحة تمام، على الصفحة الرئيسية بلاقي التسجيل تبعي ليكو تمام، مباشرة في كلمة حذف، بعمل له حذف، بعطي إيديت تمام. هلا هيك حذفت انا طلبي في المنحه، رجعت المعلومات هون كلياتها، انا صار فيني عدلها، بس عدلها وتكون بالشكل الصحيح، برجع بدخل مره تانية لهون تمام، برجع بدخل هون مره تانية، وبرجع بعبي المعلومات اللي موجوده هون مره تانية تمام، وهيك بيكون مشي الحال، عدلت المعلومات الغلط تمام. هيك بيكون انتهى موضوع كيفيه التسجيل بمنحه دي البورصة المقدمة من تركيا بروسلر. أتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، وإن شاء الله تنقبلوا بالمنحة، وما تنسوني من دعواتكم، وشكرا لكم كتير، وسامحوني إذا نقصت أي معلومة أو أي شيء، وإذا لازمكم أي استفسار أو أي شيء ما تنسوا أنه تكتبوها تحت بالقناة. طبعا جميع المعلومات اللي متوفرة حول هاي المنحة كمان راح انزلكم اياها تمام اسفل مقطع الفيديو، بامكانكم تشاهدوه، وما تنسوا كمان تعملوا متابعة للقناة وتشغيل جرس الاشعارات كرمال يوصلكم كل جديد من القناة. معكم كان علي نبهان، بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، وشكرا.